السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكرام، أنا سامي جيم معكم يا محمد. فيديو جديد من فيديوهات لعبة كونكر لاين المميزة. في البداية ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو في كل جروبات صفحات كونكر لاين. والله بينا يا جماعة على ايفنت جديد ومميز جدا والجوائز روعة، لورد تريجر. طيب في البداية كده يا جماعة، الايفنت هيبدأ من يوم 15/8، هيخلص يوم 28/8، قدامك فرصة قوية جدا. يلا بقى نعرف تفاصيل الايفنت. أول حاجة بنكلم الـ NPC، بنقول له اوبن لورد تريجر. تمام، في هنا عندك بتعملها مرة واحدة الستون دي، وفي 10 يعني بيوفر لك واحده، بينقص لك واحده، بتبقى بتسعه. بدل مثلا بتعملها بواحده بواحده، لا هنا ممكن تعمل 10 بتسعه، بيوفر لك واحده. حلو خالص، جميل جدا جدا جدا. زي ما انت شايف الريورد هنا يا جماعه والسكريبات الحلوه دي جميله جدا والله. طب كده نشوف الكوليكشن. اهو الله 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 على الباندا، حلو ستايل جديد تقريبا. ممكن يبقى زي الوحش صغير معاك كده، حلو خالص والله. لا جميل جميل جدا. طيب في البداية كده زي ما انت شايف عندك هنا، كل ما انت بتلعب او بتزود فرصتك في اللعب كل ما الجهاز بتاعتك بتبقى حلوة. يعني مثلا هنا اول مرة لو جات لك يعني صناديق او حسب الجوائز، يعني سيلكشن بوكس هنا كمان، فروت، بريمستون، دي بقى انت وحظك الجايزه. عموما 150 حاجه رحمه بلس رنزات برضه نفس الحوار، ميستري برايز او تريجر. عندك هنا السبيريت، حلو خالص، دي بتستخدمها يا جماعه ان انت تبدل بيها وتقدر ارشيف. وهذا السكريبت بعد اهو، باندا سكريبت، باندا سكريبت، حلو خالص. لما تخلص حاجه دي كلها بتاخد لك 10، جميل جدا. زي ما انت شايف الريورد او التشانس، الفرص عموما حلو خالص، يعني فرصة ان انت تاخد سكريب او ميلودي سكريب بنسبة اقل من 1%. كمان عندك هنا برضو ريد بودا بيم برضو حلو خالص، وكمان ليفل 2 من السول باك، وجوائز جميلة جدا جدا جدا. وعندك 2 ستيت بلس 3. طيب عشان نقدر نجيب الستون دي نعمل ايه؟ اول حاجة طبعا بشتريها بسبيس الواحدة 120 زي ما انت شايف. يعني مثلا لو اشترينا 100 ب 12000 سبيس، جميل جدا. طيب ايه تاني عندك هنا؟ الفي برضو هنا الافريج، ده برضو خاص ب الآلة الموسيقية الجديدة برضو جنب الباندا اللي هي دي يا جماعة. لو انت عايز دي او عايز دي، انت بقى بتختار بقى وتلعب اللي انت عايزه، اللي هو ده حلو برضو. هنا الجوائز زي ما انت شايف، نشوف الريورد اللي تشانس او الفرص عموما 16%، ده بتقدر تاخد اوجنيك سبيريت، وبرضو في مليون اللي هي تبرع يعني للدونيشن، كلاس اوكننج بوكس، ستيت بلس 2. عندك هنا جوائز زي ما انت شايف. طب هنا اهو لو خلصنا العجلات والكلام ده كله، انت وحظك ممكن تاخد لك واحده سيليستيون مود سكريب برضه نفس الحوار. هي بكام بقى الواحده هنا؟ برضه بكام؟ ب 13 سبيس. هنا ارخص بقى، هنا ارخص، جميل جدا. عجله حلوه يا جماعه، خلي بالك فيها كمان. يعني الباندا دي بصراحة عجبتني جدا ودخلت الدماغ والله. زي ما انت شايف اهو، لورد تريجر هولي والافريج، دي الجوائز بتاعتها زي ما انا شرحتها لكم، حلو خالص. طيب هنا كمان عندك باي ستون، ادي الستونات اهي زي ما انت شايف، ممكن تشتريها من الشوب. نوا ستون دي يا جماعة خاصة بالباندا، اما فيرمنت ستون ده خاص بالآلة الموسيقية. ايفنت جميل ولذيذ كده، هتلعبه تتسلى وتجيب الباندا معاك، وحلو جدا. يعني حتى الافكت بتاعه او كشكله لذيذ جدا، خلي بالك شكله حلو كده، لزوز كده يفضل معاك جنبك كده. استنى كده بيقول ايه هنا؟ كان بيقول كلمة والله ما خدتش بالي، استنى كده نشوفها تاني يا رب تظهر. بيقول لك ان انت مش شايف ان الملابس الصفرا بتاعتي بتبقى عاملة زي المخوفات او كده؟ لا حلو بجد، لا 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 جميل جدا جميل جدا. انا بيعجبني في اللعبه والله يعني تطور او الاضافات الجميله جدا اللي بيضيفوها بكل شكل كان بصراحه. فكده نهايه الايفنت يا جماعه، زي ما انت شايف بسيط جدا جدا. انت بالفكره بتشتري الماتيريالز في عجله الحظ اللي انت عايزها، اذا كانت الباندا او اذا كانت عجله الحظ، هم عجلتين انا بسميهم لاك درو اللي هي عجله حظ، انت وحظك بقى. تمام، والافضل طبعا ان انت هتلعبها تلعبها 10 مرات عشان يبقى الجائزه او يبقى على الاقل نسبة الحظ بتاعتك تبقى أعلى وتبقى جميلة جدا جدا جدا.
ده كان نهاية الفيديو يا جماعة، كان معكم يا محمد من فيديوهات كونكر لاين المميزة، تشاهد من لايك وتشارك الفيديو في كل جروبات صفحات كونكر لاين. أشوفكم على خير، والسلام عليكم.